هعمل منك عبرة يشعر انت وصاحبك مش هتبقوا عشري وابراهيم الابيض انتوا الاتنين مرضى 0% ابداع افكاركوا سرقينها من بره والدليل فكرة الدرع واخدينها من دايلة مالكش عازة زي كرومي في فيديوهاتك بقتلك وبضحك في الجنازة فالح بس في الدياسة داخل جوه دماغك مليانة بسفاهة لكن تدخل جوه دماغي تحس انك وكالة ناسا مش برحم انا مش شايفك اصلا سبت عليكوا بصمة وقت ما انت كنت بتختصبها يوم فرحها يهضل اعتبرني فضحتك خلينا نتكلم عن بدايتك سيبنا وابضح اكتر واقول انك بادئها بالمليون لما اشتريت على الفيسبوك صفحة عايزين مصحة اتعالجوا فيها من التياسة ياسطا اخرج من العربية والفكر القديم بطل تستغل مشاعر الناس وتستغل الدين عشان تجيب فيوز تعمل فلوس وبالفلوس تجيب حريم وبالفلوس تجيب حريم يا احمد انت مش بتضحك التراك ده سحلة شهرة مش هدفنا ما احنا طفرة وانا اللي بيكو سالة بعمل لقطة واخلع انا كل مزة اصدمك رتب احنا في المجال انا مرسافتش انا في داري ناس حمل انت كبش فيدا شفنا منكو بدع انت خايف ليه مننا هقطع الدفاتر فاك للسوشيال ميديا والكوميلي بتاع الهادر صاحبي الكلام على موت وسامر انا لما نزلت معك في تراك غلطة وماتت بوش احسن على اللي داير بنحب التنفيذ اصل الكلام كتير صاحب الكلام مزعلك علشان ده يوز كبير كلكم على مفيش اصغرنا عليكوا تقيل زي دمك انت والشلة بتاعتك اما التجربة الدين كل مرة بتجي لزعلك نسر وهربان انا من العالم بطل تعمل قلق وتيجي قدامهم تكرف جدع تفوقوه فوق يا احمد فوق لو ما بطلتش هتتردم تحت التراب جوه التابوت يا ريت تفوقوه فوق يا احمد فوق لو ما بطلتش هتتردم تحت التراب جوه التابوت